كل التحيه ليك يا كابتن هيثم، وكل التحيه للكابتن احمد زكريا والكابتن ممدوح اسماعيل، ومليون مبروك لكل جماهير النادي الاهلي. واحد من نجوم الماسترز في النادي الاهلي ونجوم الكره المصريه للكره الطايره، الرافائيل المصري عبد الله عبد السلام، اللي كنت حضرتك والاستوديو التحليلي بيتكلم على واحد من نجوم المباراه النهارده. عبد الله، مباراه كبيره وبطوله غاليه جدا ليكم كلاعبي النادي الاهلي، ورهاننا دايما بيبقى عليكم في الوقت الصعب. الاول الحمد لله رب العالمين، برحب بكابتن هيثم وكابتن احمد زكريا وكابتن ممدوح طبعا مدربيني واساتذتي في التدريب ومرنوني وانا صغير، وليهم الشرف وليا الشرف اني اتمرنت معاهم. الاول الحمد لله رب العالمين، طبعا موسم صعب جدا علينا، بنلعب كل شهر مثلا بنلعب ماتش او ماتشين، بنرجع نقف تاني بنرجع تاني، مش متعودين يعني نتحط في موقف زي دوت. ثلاث سنين اللي فاتوا بنحسم الدوري قبل ما ينتهي، شاءت الظروف الحمد لله رب العالمين نخسر ماتشين يعني مش متوقعين خالص بالمره، يعني انا من اللعيبه واللعيبه اصلا زعلان على الاخفاق اللي حصل، بس الحمد لله رب العالمين يعني اللهم لك الحمد والشكر شاءت الظروف اللي احنا يعني مع الديربي بتاعنا الحمد لله رب العالمين ربنا يكرمنا ونحقق المكسب، وان شاء الله رب العالمين ربنا يكرم الكاس يبقى فيه احسن من كده ان شاء الله وبنتيجه احسن من كده باذن الله. كابتن عبد الله، الثقه اللي كانت عندكم والهدوء اللي انت قدرت تتعامل بيه في المباراه والتحكم في الفريق، كان في هدوء النهارده على الرغم ان ممكن نادي الزمالك كان يعني اتقدم يعني بنقطه او بنقطتين، لكن كان عندكم هدوء سيطره، والهدوء النهارده فرض نفسه على اللقاء. طبعا هي المباراه يعني واخده شكل عصبي والتحدي النفسي، لازم طبعا احنا الحمد لله عندنا خبرات، اللعيبه بتاعتنا موجوده، طبعا مش كل بونت هفضل هزعق واصرخ مع زمايلي على اي بونت بجيبه، محتاج هدوء اعصاب. المباراه زي ما انت شفت الشوط الاول والثاني المباراه ماشيه سجال، الحمد لله رب العالمين خبرتنا قدرت تحسم الظروف الحمد لله رب العالمين لينا، فكنا لازم نظهر بالمظهر الهدوء دوت، نركز في اللي جاي والحمد لله رب العالمين خرجنا من المباراه على بر الامان والحمد لله رب العالمين. الثقه اللي عندكم والبطوله ورا بطوله بتشكل عبء كبير عليكم كماسترز بتاع النادي الاهلي، والجماهير بتثق فيكم دايما، ده بيشكل عليكم عبء كبير، ازاي بتتعاملوا مع الامر ده؟ طبعا زي ما حضرتك عارف يعني فرقه البطوله زي فرقتنا الحمد لله رب العالمين وفرق النادي الاهلي، انت متعود لازم تكون رقم واحد، متعود ان انت تكسب كل الماتشات، متعود تكسب كل البطولات، ما تبصش على ماتش، احنا هنبص على بطوله. زي ما انت شفت كده حصل اخفاق، قمنا تاني ورجعنا تاني، فطبعا الفرقه الكبيره لازم تبص على البطوله في الاخر. الحمد لله رب العالمين خدنا المراد وخدنا الهدف اللي احنا عايزينه الحمد لله رب العالمين، يعني دي من سمات فرقتنا الروح والعزيمه والقوه طبعا والاصرار مع الجهاز الفني والاداري، والحمد لله رب العالمين اللهم لك الحمد والشكر. مبروك يا كابتن عبد الله، ومستنيين منكم الكتير باذن الله. ان شاء الله مبروك لينا كلنا، مبروك جميع النادي الاهلي، مبروك اعضاء مجلس الاداره المحترمين اللي حضروا النهارده، ببارك كابتن محمود الخطيب، ببارك لنا في التليفون، بقول لهم ان شاء الله نوعدكم ان شاء الله بالكاس والجاي احسن باذن الله النادي الاهلي. كابتن هيثم، ده كان لقائنا مع الرافائيل المصري عبد الله عبد السلام، نجم النادي الاهلي ونجم فريق كره الطايره. من الامور المهمه جدا اللي عايز اقولها من خلالك ومن خلال قناه النادي الاهلي، ان الكابتن محمود الخطيب مع يعني انتهاء الشوط الثالث وفوز فريق النادي الاهلي كان حريص ان هو يعني يهني اللاعبين عن طريق التليفون وبارك للاعبين.